السلام عليكم أحبائي التلاميذ، كنعتذر أشد الاعتذار على التأخر. كانوا ظروف اللي خلاتني أنني ما نديرش اللايف، ما نعرفش 10:30. المهم اللايف غيدار اليوم إن شاء الله. الهدف ديال اللايف والاحتمال، كنتمنى التلاميذ يوصلهم اللايف، التلاميذ كلشي يبارطاجي مع صحابو، يطاقي صحابو يلتحقوا، ومن بعد نبدا اللايف. حاجه واحده اللي ناكد عليها، وعليكم السلام حسن، حاجه واحده ناكد عليها هي كلشي حط حداه اله حاسبه باش تعلم يحسب الاحتمالات. لابد من اله حاسبه. اذا غنتسناو شويه كيف العاده، من بعد اللايف ديالنا. كيداير هاني بخوف؟ الحمد لله. كاين دير معنا مراجعه تال بالنسبة للصورة واضحة، سلام وعليكم السلام. الصورة واضحة، شي ميدي جاوبني. سلام، واش صافا؟ صافا الحمد لله. شي ديديكاس محمد، ديديكاس محمد من مدينة ما عارفش المدينة. مهم ديديكاس. عليكم السلام أميمة. كريم، خالد، سفيان، إن شاء الله سفيان. كل واحد يطاقي صاحبو كيتسنى اللايف، كل واحد يبارطاجي في لي جروب لي داخل ليهم. وي واضحة، مزيان مزيان. غنتسناو. وي هنا نعيمة، نعيمة من أقاليم، من النواحي ديال أكادير. 5 محمد، مزيان. الصورة مهم، لونطيط ديال عندي حساب الاحتمال لا ما واضحاش مزيان. ويا كريم شنو الاشكال فين كاين؟ السلام شيماء، شيماء تلميذة متبعة من السنة الماضية، نجحات الحمد لله. هاي بانت لي هنايا، كنسلم عليك شيماء. محمد من غابة، ميرسي أستاذ. كوتر، كوتر واش واضح؟ كوتر الصورة واضحة، مزيان. إذا غنستنى شوية، دقيقة على نبدا اللايف على بركة الله. الصورة واضحة، كلشي وهذاك، خلي اللايف إن شاء الله نخليه، ضروري نخليه واضحة مزيان. هما التلامذة كيلتحقوا. كوتر خريبقة، كلشي مزيان، كلشي بارطاجي اللايف، كلشي. قال لي طلع عنده اللايف يبارطاجي اللايف. سعيد بارطاجي اللايف في الجروب. نعيمة تي بارطاجي. دقيقة ونبدا اللايف. كل شيء حداه آلة حاسبة، لابد من آلة حاسبة، لابد حيت لما كانتش آلة حاسبة غتلقى إشكال في حساب. كل شيء حداه آلة حاسبة، كل شيء حداه آلة حاسبة. اللي حداه آلة حاسبة يخلي آب، أميمة، سلمى، اللي حداه آلة حاسبة يخلي آب. نعرفش كل اللي معايا، واللي ما حداش باش يجيبها دابش، فهم الفقرات ديالو. ميرسي أهلا أستاذ سفيان، تبارك الله عليك سفيان. بالنسبة للصورة واضحة. مساء الخير أحبائي التلاميذ، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. كنعتذر أشد الاعتذار على التأخر، كانوا ظروف خارج الإرادة ديالنا. المهم، هو اللايف غيدار اليوم. الهدف ديال اللايف هو حساب الاحتمال، نتعلموا كيفاش نحسبوا الاحتمال. الدرس هذا اللي عليه 3 نقاط في امتحان وطني. الصورة المهم غنشوفوا الفقرة الأولى رموز، الفقرة الثانية انواع السحب، الفقره اللي من بعد غنشوفوا تمارين تطبيقيه. هاد التمارين غيكونوا عباره على تمارين اللي من امتحانات وطنيه، وتمارين ماخوذه من نماذج امتحانات وطنيه. اذا انت لا فهمتي الامثله اللي غادي نخدمو، سير مباشره خدم امتحان وطني وخذ 3 نقاط ديالك. غادي نرجع نشوف الصوره واش ما تقطع، يعني ما نقاطعش اللايف. الصوره واضحه ونبدا اللايف ديالي. كلشي وجد راسو، حداك كتاب وستيلو، حداك كالكولاتريس، حداك سوا هادي سوا الاخرى. مهم اللي كان غير باش تعلم تحسب. واخا استاذ، واخا اب اب اب، كلشي حداه آلة حاسبة، ما عندي ما نتسالكم. اذا تابع معايا هنا، كتب هذا، بقى معايا. اب بدا.
نبداو كل شيء موجود مزيان. مهدي كل شيء حداه آلة حاسبة، كل شيء كل شيء كاع اللي بغى يضمن ثلاثة نقاط خاصو عنده آلة حاسبة. وبارطاجيو بزكريا كيقول لكم بارطاجيو، راه ما كاينش البارطاج الشباب، كل شيء كل شيء بارطاجي، كل شيء بارطاجي اللايف. نبداو اللايف على بركة الله. نتمنى كل شيء دابا صافي، نقص من البارطاج صافي. ركز معايا، ركز معايا، حاول تركز معايا مزيان. بالنسبة لأول فقرة ولا بصفة عامة لهاد الدرس، هذا درس الحشيمان، هو واحد الدرس اللي ساهل يعني في المتناول، يعني كل زيدوا على درس الهندسة الفضائية ثلاثة النقاط في المتناول، أي تلميذ ياخذ ثلاثة النقاط هادو. ولكن خاصك تكون فاهم، وباش تفهم هاد الدرس هذا ما كيطلبش انك تكون ضابط امورك 100%، يعني ما كتلقاش مشكل في الدوال والدروس اللي الدروس اللي من غير الدوال. هاد الدرس هذا يكفي انك تركز معايا وتعطيني عقلك وكون متاكد غادي تفهم. بالنسبه لاول فقره، اول فقره هي رموز، اول فقره هي رموز، خاصني نتعلم ثلاثه الرموز. اش كيعنيو؟ اول رمز نكون عارفه هو ان عاملي، ان عاملي. اذا كتب معايا ان ودير حداها عاملي، ودير هنا واحد الفلاش يعني سميها كنسميها عاملي. اش كتعني ان عاملي؟ ان عاملي هي ان فوا ان ناقص واحد فوا ان ناقص اثنان، كنبقى ندير الجداء حتى كنوصل لواحد. مثلا الا قلت لك حسب ليا ثلاثة عاملي، كم تساوي ثلاثة عاملي؟ هي ثلاثة في اثنان في واحد، وكنا كنعرفوا ثلاثة في اثنان في واحد هي 6. مثلا 4 عاملي، كم تساوي 4 عاملي؟ 4 عاملي هي 4 كنقص درجة من 4 في 3 في 2 في 1، 4 في 3 هي 12، 12 في 2 24، 24 في 1 هي 24. إذا أنا عندي آلة حاسبة، أول رمز نكون عارف هو أن عاملي. آلة حاسبة ديال الشيء لوغاش خرجو، كندير مثلا بغيت نكتب ان عاملي ولا 4 عاملي، ها هي 4 غندير شيفت وهي عاملي اكس موان زان، شحال الخارج؟ هي 24. مثلا الا بغيت انا 3 عاملي، 3 شيفت ها هي عاملي، شحال الخارج؟ الخارج هو 6. اذا اول رمز، اول رمز هو ان عاملي. قلنا في الفقره الاولى ديال الرموز غنعرف 3، نعرف ان عاملي، نعرف سي بي من ان، نعرف ا بي ان. سالت الفقره الاولى، ندوز دابا من بعد ما عرفت الرمز الاول غندوز للرمز الثاني. بالنسبه للرمز الثاني اجي سؤال هنا، شي سؤال هنا، الرمز الاول ان عاملي، 4 شيفت اكس موان زان عاملي، ها الخارج واضح. بالنسبه للرمز الاول ما كاين السؤال، الرمز الاول ما كاين سؤال، 5 5 الرمز الاول، الرمز الاول الشباب ما كاين سؤال. دوز دوز الرمز الاول، الرمز الاول واش دوز خويا؟ شنو هي؟ لا شي واحد يجاوب، شي واحد يجاوب. كيتقطع، علاش كيتقطع اللايف؟ اللايف واش كيتقطع بصح؟
الرمز الاول ما كاين سؤال، الرمز الاول مزيان. اذا قلنا الفقره الاولى هي رموز. دابا انت باغي تضبط هاد النقط خاصك تعرف فقرات ديال الدرس. الفقرات ديال الدرس اول فقره هي الرموز، مدخل الدرس. اول رمز هو ان عاملي، ثاني رمز هو سي سي بي ان. هاد بي و ان اعداد بحيث ان اكبر او يساوي بي، وهذه كتسمى التاليفات. كيفاش كنحسب هذا العدد؟ هذا سي بي ان تساوي، كندير هنا ان عاملي على بي عاملي فوا ان ناقص بي الكل عاملي. مثلا اذا بغيت نحسب انا سي، وهنا عندي 3 وهنا عندي 12، كم تساوي العدد هذا؟ هذا عدد بغيت نحسبه، غندير 12 عاملي مقسومه على 3 عاملي. وشحال كتساوي 12 ناقص 3؟ هي 9، يعني غندير 9 عامل. وهذا العدد نعطيه الاله حاسبه غتخرجوا لي 12 عاملي على 3 عاملي 9 عاملي. واضح؟ مثلا الا بغيت نحسب هذا العدد هذا، ناخذ لابغوس هنا من عندي، انتبه معايا. هذا العدد سي سي 2 9، شحال كتساوي هذه؟ هي 9 عاملي، العدد اللي تحت عاملي، على بي اللي هو 2 عاملي، و 9 ناقص 2 شحال؟ هي 7 عاملي. ونعطيها الآلة حاسبة واش عطينا العدد هذا. إذا شوف معايا مزيان، ان عاملي تعلمك باش تحسبوها. دابا سي بي ان كيفاش كنحسب العدد هذا؟ هي ان عاملي على بي عاملي في ان ناقص بي الكل عاملي. ولكن كاين واحد الطريقة سهلة بالآلة حاسبة، انتبه معايا. الا بغيت نحسب هذا العدد هذا سي بي ان، اش كندير؟ كناخذ اله حاسبه ديالي، اله حاسبه، كنطبق العدد اللي لتحت الكبير ان، وكندير شيفت، كنمشي للبوطون ديال شيفت، وكنمشي للرمز اللي فيه قسمه اللي مكتوب فوقه ان سي ار، ونكتب العدد ديال بي. مثلا الا بغيت نحسب انا هذا العدد 3 وهنا عندي 12، اش غندير؟ غنكتب 12 في آلة حاسبة ها هي 12، وغندير شيفت ها هي شيفت، وغنمشي الرمز ديال القسمة اللي هو ان سي ار، وغنتبع تكتب لك هنا السي، تكتب هاد السي، وغندير العدد 3. العدد 3 الرقم 3 شحال كتساوي؟ شحال كتساوي عندكم؟ 220 220. يلا انت دابا احسب لي العدد هذا سي 2 9، شحال كتساوي العدد هذا؟ يلا نشوف الجواب. ان شيفت شحال كتساوي؟ شحال كتساوي سي 2 من 9؟ 2 9 شحال كتساوي؟ يلا اش غندير؟ هاي الاله الحاسبه عندي، غنكتب 9 شيفت، من بعد شيفت اش كندير؟ كنمشي ندير قسمه، كتكتب لي واحد الرمز سي، وندير العدد اللي صغير اللي هو 2 الخارج شحال؟ 200. لا لا سي 9 كتساوي 4.5، كتساوي 36. شحال كتساوي 36؟ غتساوي شحال؟ 36. هاي كتبت لي 36، كتبان لكم 36. اذا الخارج هنا هو 36. غناخذ عدد اخر، عدد اخر. مثلا الا بغيت نحسب انا هذا العدد سي 4 من 10، شحال كتساوي سي 4 10؟ اش غندير؟ يلا شحال كيزود العدد هذا؟ يلا تبع هاد المراحل اللي وريتك. 36 صحيح، 36. يلا احسب لي العدد سي 4 10. سي 4 10 شحال كتساوي؟ سي 4 10 غندير هنا، هاي آلة حاسبة عندي، هاي قدامي آلة حاسبة، غنطبق العدد الكبير 10 شيفت قسمة زيد 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 قسمة، اش غندير هنا؟ 4، والخارج هو شحال؟ الخارج هو 210 210. إذا الخارج هو 210. إذا حد الان ما كاينش اشكال، شفت العدد الاول ان عاملي، الرمز الاول، الرمز الثاني هو سي بي ان. كيفاش كنحسب هاد السي هادي؟ 10 شي يعني ان شيفت قسمه بي، 10 شيفت قسمه 4 كتساوي 210. اذا اخر عدد انا نعطيك هنا باش ندوز لاخر رمز، اخر رمز. مثلا الا بغيت نحسب انايا سي 2 من 7،
شحال كتساوي هاد العدد؟ شحال كتساوي العدد؟ كلشي حرك الاله الحاسبه، كلشي 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 صحيح صحيح سفيان، صحيح اخويا، صحيح صحيح صحيح. يلا حسب لي سي 7، غنشوف شحال سي 7 2 7، غندير 7 شيفت ان سير 2 تساوي شحال؟ كتساوي 21. اذا دابا غندوز العدد او الرمز 3، غندوز دابا رمز اخر، رمز اخر اللي هو بي بي، عفوا هنا ا بي ان، ا بي ان. اش كيساوي هذا العدد؟ هذا كنسبق ان وكندير شيفت شيفت، وما نديرش قسمه دابا، غنمشي غنمشي للبوطون اللي فيها الجداء، ومن بعد ندير بي. البوطون اللي فيها الجداء هي ان بي ار. مثلا الا بغيت نحسب هذا العدد هذا ا 2 7، اش كتساوي هادي؟ غندير 7 شيفت في، وغندير غندير شيفت، وغنمشي نكتب العدد، نمشي للبوطون اللي فيها في، ومن بعد نكتب 2 وناخذ الخارج. شحال الخارج؟ هاي آلة حاسبة عندي، هاي آلة حاسبة، هاي أو آلة حاسبة، باغي نحسب دابا ا 2 من 7، غنسبق 7 وغندير شيفت، ومن بعد شيفت غنمشي للجداء. دابا الجداء ها هو الجداء، تكتبت لي هنايا بي، وملي كتكتب بي كندير عدد صغير هو 2. شحال الخارج؟ 42. الخارج هو 42. اذا هنا عندي 42. غناخذ عدد اخر، الا بغيت نحسب انا ا 3 من 10، ا 3 10. هنا عندي الرمز الثالث، يعني كنسبق العدد ان شيفت في بي، طريقه سهله. هنا اش غندير؟ يلا شحال الجواب؟ هاي آلة حاسبة عندي، آلة حاسبة قدامي، حسب لي أ 3 من 10، صحيح 42. حسب دابا أ 3 من 10، أش غندير؟ غنكتب 10، هاي آلة حاسبة 10 كيف كيبان ليكم، غندير شيفت، ومن بعد شيفت واش مشى القسمة؟ لا، غنمشي للجداء، تكتبات لي بي، ومن بعد تكتب لي بي غندير عدد صغير اللي هو 3، إلا قلبتهم طلع لك إيرور كتساوي 720. سبقتيني يا مهدي، سبقتيني، كتساوي 720. اذا الخارج هنا هو 720. اذا اخر عدد، اخر عدد هو ا 2 12. شحال كتساوي هذه؟ اخر عدد. يلا حرك آلة حاسبه اخويا، حرك آلة حاسبه. صحيح حمزه نبيل، صحيح نوره، صحيح 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 نوره، صحيح نعيمه، صحيح مزيان. شتي كاع اللي كيجاوبني دابا، انا عارف حداه آلة حاسبه، واي تلميذ ما حاش آلة حاسبه قلت لي شوف صاحبك تبع انت وياه باش تحرك آلة حاسبه باش تعلم تحسب. اذا هنا شحال كتساوي؟ غنسبق 12، ومن بعد 12 غندير شيفت، ومن بعد شيفت غندير امشي لفي، ها هي في تكتبات لي بي، وغنمشي ندير 2. الجواب هو 132 وئام. صحيح صحيح 132. اذا هنا 132. اذا طريقه الحساب سهله وبسيطه بزاف. دابا غنكون ساليت الرموز، الرموز عندي 3، شفت ان عاملي، شفت سي بي ان كندير شيفت قسمه، شفت ا بي ان كندير شيفت في، واضح؟ اذا عندي ان عاملي سي بي ان وعندي ا بي ان، من بعد نعرفوا شنو هي ا شنو هي ان وشنو هي بي. هي الفقره اللي من بعد التلميذ غيقول لي شنو هي هاد بي، شنو هي ا، شنو هي ان، هي الفقره اللي من بعد. اذا كنتمنى تكون الفقره واضحه، الجزء الاول يكون واضح. غنمحي السبوره باش ندوز للجزء الثاني اللي هو طرق السحب، طرق السحب. انتبه معايا، غنمحي السبوره هنا، انتبه معايا مزيان. طرق السحب اهم اهم حاجه في الدرس، هي طرق السحب اهم حاجه، هي طرق السحب اهم حاجه. اذا انتبه معايا مزيان، طرق السحب في الاحتمال كاينين ثلاثه، كاينين ثلاثه. ثانيا كبيره، ثانيا كبيره، سجل في كتابك طرق، طرق السحب، طرق السحب. نشرح لك طرق السحب، واضح؟ كلشي كتب الفقره الثانيه، يلا كتب الفقره الثانيه استاذ، عاود الاولاني، الاولاني ها انت باختصار الله يرضي عليك. ها انت ان عاملي
كتمشي تشوف ان مثلا خمسه عاملي، خمسه عاملي كتساوي هي خمسه، وكدير رن شيفت كتمشي لديك البوطون هاي هاي عاملي هي اكس موان ز، كتعطيك الجواب. الا بغيت انا سي بي ان اش كندير؟ كنمشي نكتب ان ونمشي نمشي لشيفت، هادو هما المراحل شيفت، وكندير الرمز ديال قسمه ونمشي نكتب بي ها الجواب. وعندي ا بي ان اش كتساوي؟ هي كندير ان في اله حاسبه، هادشي في اله حاسبه البراتيك، في اله حاسبه هادو غير الخطوات ديال الحساب. ان شيفت كنمشي للرمز ديال في وندير بي، يعني ان هو هذا وبي هو هذا، وناخذ الجواب. واضح؟ اذا غنمحي السبوره وغتركز معايا مزيان 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 في طرق السحب، تركز معايا مزيان في طرق السحب، انتبه معايا، حيت الا فهمتي طرق السحب ما غيبقى يغلبك حتى التمرين. الا فهمتي طرق السحب واستوعبتيهم مزيان ما غيغلبك حتى التمرين. اذا الاحتمال كامل مبني على طرق السحب، اي تمرين غتكون فيه طريقه. وطرق السحب كاينين ثلاثه، شحال من طريقه كاينه؟ كاينين ثلاثه الطرق، ثلاثه الطرق كاينين ثلاثه. كل تمرين في الامتحان الوطني غتكون فيه طريقه، والتمرين غيكونوا فيه هي الوان يا ارقام، ولا تمرين فيه الوان وارقام. اذا انت اللي كتفرج دابا نسى الجزء الاول، نساه نساه، دوز معايا دابا لطرق السحب. طرق السحب نشرح لك شنو هما طرق السحب. مثلا نتابع معايا، نتابع معايا مزيان، نتابع معايا. انا دابا عندي واحد الكيس، كيس عندي كيس، كيس هنا كيس فيه كرات، فيه مثلا اربع كرات حمراء، اربع كرات حمراء، وعندي ثلاث كرات خضراء، ثلاث كرات خضراء. عندي كيس اربع كرات حمراء وثلاث كرات خضراء. انا قلت لك دابا هز لي ثلاثه الكرات، هز ثلاثه الكرات، ثلاث كرات كتفهموا الدارجه بعدا كاين ديالنا ولاد كازا، هز ثلاثه الكرات، ثلاثه سحب ثلاث كرات. ديك طريقه السحب كتختلف، كاين اللي غيهز ثلاثه في خطره، يعني ثلاثه يهزهم في دقه، هذا هو النوع الاول كيتسمى، هذا هو النوع الاول كيتسمى ثانيا ثانيا. انا باغي نسحب ثلاثه، نسحب ثلاث كرات، كاين اللي باغي يهز ثلاثه، كاين اللي يهز دوك ثلاثه غيهزهم في دقه واحده يعني في خطره، كيتسمى هذا النوع ثانيا، اولا كيتسمى في ان واحد، ولا كيتسمى انيا انيا. هذا هو النوع الاول، واضح النوع الاول. دابا انت طبسين ديال الحلوه، طبسين ديال الحلوه قدامك، قلت لك هز ثلاثه، تقدر انت تخاف الطبسيله قاده تهز ثلاثه في خطره، واضح؟ هذا هو النوع الاول، ثلاثه في خطره تهز ثلاثه في خطره، واضح؟ ندوز النوع الاول. شنو هو النوع الثاني؟ النوع الثاني هو نهز بالوحده بالوحده، يعني طبسيل ديال الحلوه ها وحده، قلت لك هز ثلاثه الحلوات غتهز بالوحده بالوحده، هذا يعني اش كيتسمى؟ بالتتابع، بالتتابع وبدون احلال. شنو بدون احلال؟ يعني ارجاع، يعني كتهز بالكره بالكره وما كترجعهاش، كنهز ثلاثه، كتهز ثلاثه بالوحده بالوحده، الماكسيموم هو ثلاثه، ما تفوتش ثلاثه. هذا النوع الثاني. شنو النوع الثالث في نظرك؟ النوع الثالث هو بالتتابع، بالوحده بالوحده، بالتتابع وباحلال، وباحلال. شنو احلال؟ هي ارجاع، يعني كتهز بالكره كتشوف اللون ديالها وكترجعها، تهز الكره الثانيه تشوف اللون ديالها وكترجعها، كتاخذ الحلوه كتذوق منها وكترجعها، يعني كتسحب ثلاثه بالتتابع وبوبي ارجع. شحال من نوع عندي؟ عندي ثلاثة. النوع الأول ثانيا، النوع الثاني بالتتابع وبدون إحلال، النوع الثالث بالتتابع وبإحلال. إذا عندي ثلاث أنواع، النوع الأول، النوع الثاني، والنوع الثالث. شنو هو النوع الأول؟ آنيا. النوع الثاني تتابع، تتابع وبدون إحلال، والنوع الثالث بالتتابع وبإحلال. فهمتوا؟
قدرتوا تستوعبوا الفرق بين هاد الثلاثه انواع؟ غندور نشوف الاجوبه ديالكم. قول لي واش مفهوم، واش فهمتوا الفرق واستوعبتوا الفرق بين ثلاث انواع؟ البنات بعدا من الساعه ركزوا معاك. علاش؟ قول لي واش مستوعبتوا الفرق بين ثلاث انواع؟ داك الثلاثه ما فهمتوش. اذا انتبه معايا شوف نوره، انتبه معايا، انتبه معايا. شوف درس الاحتمال واحد الدرس اللي ساهل، خاصك تفهم انواع السحب، نوع السحب تفهمه. دابا انا اسمعني هاد الكيس هذا التمرين كامل ديال الاحتمال مبني على اكياس، دوك الاكياس غيكون فيهم الكرات، الكرات ولا بيضاقات ولا شي حاجه بحال هكا، غيقول لك كنهزوا واحد العدد ديال الكرات، داك عدد الكرات خاصنا نعرفوا النوع ديال السحب. واش غنسحب انا ثانيا؟ شنو هي ثانيا؟ يعني في خطره. شنو هي النوع الثاني؟ بالتتابع وبدون احلال، يعني بالوحده بالوحده وما كنرجعش للكيس. والنوع الثالث بالتتابع وباحلال، يعني كنهز الاولى كنشوف اللون ديالها وكنرجعها، كنهز الثانيه نشوف اللون ديالها وكنرجعها، الثالثه اللون ديالها وكنرجعها. دابا شنو الفرق بين هاد الثلاثه هادو؟ الفرق بيناتهم هو